أهلا بكم في هذه النافذة. دخلت تونس مرحلة الصمت الانتخابي عشية انطلاق انتخابات تشريعية يصوت فيها الناخبون لاختيار ممثليهم في البرلمان، وذلك استكمالا لخارطة الطريق السياسية والتي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد. انتخابات ينظر إليها أو ينظر إليها التونسيون بشكل عام كمحطة مفصلية، خاصة في ظل منافسة تجري على ضوء تعديلات عميقة على القانون الأساسي للانتخابات. فكيف يبدو المشهد عشية انتخابات مجلس النواب الحاسمة؟ عن هذا الموضوع، عن هذا المشهد، دعوني أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الخبير في الشؤون السياسية جمعي القاسمي، أستاذ جمعي أهلا بك معنا. إذن كيف تنظر وتترقب لهذا المشهد الحاسم المفصلي الذي يستكمل مؤسسات ما بعد الدستور ووفق قانون انتخابي جديد؟ ما الذي نتطلع إليه من برلمان جديد؟ أهلا وسهلا بك وبكل مشاهدي سكاي نيوز. باعتقادي أن القول أن تونس دخلت في مرحلة مفصلية حساسة من شأنها تغيير طبيعة المشهد السياسي بمجمل تفاعلاته التي عرفها خلال السنوات العشرة الماضية، هذا صحيح وتشخيص صحيح، لكن أيضا تبقى الرهانات والتطلعات تختلف من جهة إلى أخرى. هناك من يرى أن هذه المرحلة ستؤسس لمشهد جديد قد يعيد الثقة لرجل الشارع في المسألة السياسية برمتها، وهناك من يريد أننا تراجعنا في العملية السياسية والديمقراطية خطوات كبيرة إلى الوراء. لكن بين هذا الرأي وذاك أرى أن تونس مقدمة على محطة جوهرية ربما سيكون لها تأثيرات كبيرة على تركيبة المشهد السياسي من خلال البرلمان الجديد الذي سيفرز هذا الاستحقاق الانتخابي. ولكن لا يمكن أن يعني كما أشرت حالة الانقسام موجودة، إزاء العملية برمتها وإزاء هذه الانتخابات والبرلمان، هناك المقاطعون وهناك المؤيدون. إذا ما أردنا أن نضع كل في كفة أو في معايير، الكفة لصالح من الآن؟ يعني إلى حد الآن لا يمكن الحديث عن توازن حقيقي بين الأطراف المؤيدة والأطراف المعارضة التي وصلت بها الأمر إلى حد الدعوة إلى مقاطعة هذا الاستحقاق الانتخابي. على مستوى الذين أيدوا وساندوا وانخرطوا في هذا المشروع الذي يخطط له وليؤسس له الرئيس قيس سعيد، مجموعة من الأحزاب، أذكر منها حركة الشعب الناصرية، كذلك أيضا التيار الشعبي، حركة إلى الأمام، حركة 25 يوليو، وبعض الائتلافات أو المبادرات أبرزها مبادرة لينتصر الشعب التي أعلن عن تأسيسها قبل نحو الشهر. في المقابل نجد العديد من الأحزاب الوازنة بالمفهوم السياسي الذي عرف خلال السنوات العشر الماضية، وهي جبهة الخلاص التي تتألف من خمس أحزاب أبرزها حركة النهضة الإسلامية. يمكن القول حاليا أنه ما زالت هذه الأحزاب وازنة لأنه في اختبار الشارع دعوات للمظاهرات يعني لم يكن يعني تلك حاولت الاستجابة. أن أكون دقيقا عندما قلت وازنة بالمفهوم الذي عرفناه خلال السنوات العشر الماضية، لكن حقيقة التطورات السياسية التي عرفتها البلاد أثبتت أن هذه الأحزاب فقدت المصداقية، فقدت ثقة رجل الشارع، وتجلى ذلك من خلال الدعوات العديدة التي طالبت بالتظاهر، لكن لم تكن هناك أي استجابة تذكر أو خلينا نقول متواضعة جدا، مما يعني أن هذه الأحزاب فقدت تأثيرها، فقدت إمكانية تحريك ورقة الشارع في سياق رفضها لمشروع الرئيس قيس سعيد. لكن تبقى مع ذلك أسماء حزبية معروفة استطاعت خلال المحطات الانتخابية السابقة أن تنتزع العديد من المقاعد، على عكس القوى التي ساندت وتساند الرئيس قيس سعيد وهذا المسار الانتخابي، رغم أنها استطاعت في الانتخابات الأخيرة أن تنتزع بعض المقاعد لكنها لم تكن مهيمنة أو بارزة على المشهد. لذلك ولكن هل فشلت في التوظيف أو على الأقل يعني أن تمشي على خطى الحماس ما بعد 25 من جويلية، وبالتالي تبني أو تحاول أن توسع
حاضنتها الشعبية، لماذا فشلت إلى يومنا هذا في الاستثمار هذا المسار وهذا الجو العام لدى الرأي العام التونسي والناخب التونسي؟ أم أن القانون نفسه معيق بأن توفر هذه الأحزاب بالنسبة للمرشحين هذه الحاضنة وهذا القاعدة؟ هذا يعني الأحزاب التي أيدت هذا المسار هي المنطلقات التي تأسس عليها خطاب هذه الأحزاب كانت مختلفة من حزب أو حركة أو أخرى، لكن الناظم الوحيد الذي جمعها هو التأييد للخطوة التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021، باعتبارها مدخلا ممكن من خلاله ترحيل المشاكل السياسية في البلاد والبناء من جديد. والنقطة الثانية هو إبعاد الإسلام السياسي الذي كان له الدور الكبير في تخريب المشهد السياسي خلال السنوات العشر الماضية. هذا الالتقاء يقابله اختلاف في توظيف أو استثمار أو تكييف هذه الحركة، أي حركة 25 يوليو، في سياق استئثار بالمشهد السياسي وبالتالي جلب الجماهير الشعبية التي خرجت إلى الشوارع تأييدا للرئيس قيس سعيد والخطوة التي أعلنها. باعتقادي أن الانطلاقات الفكرية والأيديولوجية هي التي عمقت هذه الخلافات ما بين هذه الأحزاب التي يجمعها تأييد الرئيس قيس سعيد. طب بالمقابل، لأنه كان هناك تصريحات حقيقة لافتة بالأمس لفاروق بوعسكر يتحدث فيها أنه بعض الأحزاب المقاطعة لديها مرشحون مدسوسون لكن الشارع يعرفهم ويدركهم، هناك هكذا محاولات؟ وإذا كانت هكذا محاولات، ما الذي يخططون له؟ خاصة البعض يتحدث أن المشهد، هل يمكن أن نتحدث عن تكتلات كبيرة داخل هذا البرلمان بهذا الشكل ووفق هذا القانون؟ يعني ربما رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لديه معطيات أكثر مني، لكن في المفهوم السياسي المتعارف عليه ليس في تونس وإنما في العالم أجمع، كل الأحزاب ستحاول بشكل أو بآخر الحفاظ أو إيجاد موطأ قدم لها عبر الغواصات السياسية كما يطلق عليها في تونس، أو الاندساس أو إلى ما غير ذلك. واعتقادي أن حركة النهضة الإسلامية انطلاقا من تجربة الأخوان المسلمين الذين يعرفون كيف يندسون ويختبئون ثم يعاودون الظهور، سيكون لها بعض المندسين الذين ستحاول الدفع بهم لانتزاع مقعد هنا وهناك. هذا أمر متوقع ولا يدعو إلى الاستغراب. على مستوى المشهد البرلماني في سياق ما ستفرزه صناديق الاقتراع، أعتقد أنه سيكون مشتتا بين أطرافا يجمعها خيط ناظم هو تأييد الرئيس قيس سعيد، لكن تختلف في باقي الاهتمامات وتحديد الأولويات. شكرا جزيلا لك الخبير في الشؤون السياسية الجمعي القاسمي على هذه الإضافات وهذا التحليل، شكرا جزيلا.